كما أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن مليار دخول وحدات أوكرانية تابعة للواء الميكانيكي المنفصل 47 إلى وسط قرية روبوتيني جنوب زابوريجيا. وقالت مليار إن المقاتلين الأوكرانيين في هذه الوحدات ينظمون عمليات إجلاء للسكان المدنيين في القرية وسط قصف مدفعي روسي في محاولة لاستعادة المواقع التي فقدتها موسكو في المنطقة.